المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلع دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. شخصيتنا الرئيسيه النهارده صديقي المشاهد هتكون رجل اعمال ناجح ومتجوز، بس في خلال لحظات مش هيقدر يفرق بين الواقع والخيال. شخصيتنا الرئيسيه بتبدا يومها بدري في المكتب عشان عيد ميلاد بنته، وعشان كان بقاله كتير ما خدش اجازه، فقرر انه ياخد اجازه هو ومراته اخيرا، وبيخلي السكرتيره تحجز تذاكر السفر عشان ما يضيعش اي وقت منه ويستفادوا اكبر استفاده من الاجازه دي. وبعدها بيطلع من المكتب وبيقرر يتصل بمراته عشان يتقابله، بس بيلاقي ان التليفون مش شغال. بس مش دي المشكله الحقيقيه، المشكله الحقيقيه نفسها بتبدا لما بيسمع صوت غريب بيقول كات. ودي صديق المشاهد بلغه السينما والتصوير معناها انك بتوقف تصوير مشهد عشان تبدا تصوير مشهد تاني. فشخصيتنا الرئيسيه بتتلفت وراها عشان يشوف معدات اضاءه ومصورين ومخرج، فبتنزل عليه دقيقه صمت عشان يحاول يستوعب هو ايه اللي بيحصل. يعني حط نفسك مكانه صديق المشاهد كده لثواني وتخيل ان حياتك كلها طلعت فيلم في السينما. تخيلت؟ طب حط لايك واشتراك وتعال نكمل الحلقه. بعدها بيجيله المخرج وبيساله للدرجات دي صعب انك تعمل مكالمه تليفون؟ بس بيلاحظ انه تايه ومش بيرد. بعدها بيجري وبيسيبه عشان يرجع مكتبه تاني، فبيلاقي السكرتيره فلسه هيسالها ايه اللي بيحصل، بس بيلفت انتباهه معدات الاضاءه والتصوير اللي في المكتب بتاعه، بس مش بيلحق يستوعب لسه الاحداث. فبيجيله واحد وبيحذره ان الناس مش هتصبر عليه تاني، وانه لازم يرجع يكمل تصوير الفيلم لانهم اصلا متاخرين، وده مسبب لهم مشاكل كتير مع شركه الانتاج. في نفس الوقت بيجيله المخرج وبيقوله انهم هيعيدوا المشهد من اول مكالمه التليفون اللي هيكلم فيها مراته عشان يتقابلوا. بس شخصيتنا الرئيسيه بتنفعل وبتسال سؤال واحد، انتوا بتقولوا ايه؟ وبيفضل يسال هو انا فين؟ طب هو ده مقلب مثلا؟ وبيبدا يبص لكاست التصوير كله وبيقول لهم انه ما يعرفش حد فيهم، فبيضطر وقتها المخرج انه يديهم راحه لمده ساعه عشان يتكلم معاه. بس الغريب لما كان بينادي عليه كان بيقول له جيري، ووقتها شخصيتنا الرئيسيه انفعلت وقالت ان اسمها ارثر. وهنا المخرج بدا يفهم، بس شخصيتنا الرئيسيه مش بتديله فرصه وبيروح عشان يعمل مكالمه تليفون لبيته. بس الاغرب لما عامل التحويل بيقول له مفيش حد بالاسم ده متسجل عندنا اساسا، فهنا بيقرر يطلع من المكان لحد ما بيتخبط في عربيه بتنزل منها واحده ست. بتبدا وقتها تزعق له بتقول له انت بتتهرب من مسؤولياتك وانك لازم تكمل الفيلم ده عشان تدفع فلوس النفقه اللي الزمك بيها القاضي. طبعا شخصيتنا الرئيسيه مش مستوعبه مين دي اساسا، بس بيستغل الفرصه في انه ياخد عربيتها ويروح لبيته عشان يحاول يفهم العبث اللي عمال يحصل من اول اليوم. وهو في الطريق الست بتفضل تزعق له وبتقول له انها كانت غلطانه لما اتجوزته، بس صلحت غلطتها لما اتطلقت منه ومش هتغلط غلطتها تاني في انها تسيب حقها. بتبدا تتريق عليه وبتقول له ولا انت بتدور على جائزه اوسكار ولا انت ايه حكايتك بالظبط. بس وقتها بيرد عليها بكل هدوء وبيقول لها انا اصلا بقى من الاساس معرفكيش، انا بس هاخد عربيتك وهروح بيتي ووقتها هرجع لك عربيتك تاني. وبيتحرك بالعربيه لحد ما بيوصل لعنوان بيته، بس الغريب انه عمال يدور على رقم البيت مش لاقيه. بس بينزل من العربيه لحد ما بيلاقي بنت صغيره فبيجري عليها وبيقول انه اخيرا لقى بنته، بس البنت الصغيره بتتفزع وبتجري على مامتها. فبتيجي بعدها مراته بتقول له اطلع العربيه بسرعه قبل ما يبقى عليك قضيه اعتداء كمان، مش كفايه عليك قضيه النفقه؟ بيسمع بنصيحتها وبيركب معاها لحد ما بيوصلوا البيت، بس البيت الحقيقي، وده اللي بتقوله طريقته ان ده بيتك الحقيقي. وبينزل معاها، بس هو لحد دلوقتي لسه مش مستوعب اي حاجه من اللي بتحصل، لحد ما بيقابله راجل وبيبدا يكلمه ويقول له انه خلاص محدش هيصبر عليك اكتر من كده، وانك لازم ترجع تكمل تصوير الفيلم عشان تدفع فلوس النفقه لطليقتك وعشان ما تتسجنش. بس الراجل بيلاقي ان مفيش فايده من الكلام، فبيقول له انه هيكلم شركه الانتاج وانه هياخد له بقيه اليوم اجازه، بس لازم توعدني انك هتصلح كل المشاكل دي بكره. في نفس الوقت اللي بتيجي فيه طليقته وبتبدا تعنفه، وبسبب كل الضغط العصبي اللي اتعرض له ده اغمى عليه. ولما بيفوق مش بيلاقي غير الراجل، واللي بيبدا يساله طبعا انت مش مصدقني صح؟ فرد عليه الراجل وبيقول له انا عارفك من سنين، وغير ان انا المحامي بتاعك انا صاحبك من سنين، وانا مراعي الحاله اللي انت فيها، وان اي حد بيتعرض للضغط ده اكيد هيدور على مخرج، لان انا كمان بيجي عليا ايام وبكون عاوز اهرب من كل حاجه، من الضغط والشغل والبيت وحتى من نفسي، بس ده مش حقيقي لاني مفيش هروب. وبيقوم وبيروح يجيب له سكتش كبير مكتوب عليه سكريبت سينمائي، ولما بيفتحه بيلاقي ان شخصيته الاساسيه او اللي كان مفكر انها شخصيته طلعت بطل في فيلم سينمائي مش اكتر، رجل اعمال ناجح ومتجوز ومخلف بنت جميله وبيخلي السكرتيره بتاعته تحجز له اجازه هو ومراته في بلد تانية. كل ده الشخصيه اللي كنت بتلعبها في الفيلم، بس الحقيقه انك مش ناجح او على الاقل في الوقت الحالي، وانك طلقت مراتك وعليك ديون ملهاش اول من اخر. وبيكمل كلامه وهو بيبص له بحسره وبيقول له انا بتمنى انك تكون الشخصيه اللي في الفيلم، حقيقي كنت اتمنى. ووقتها شخصيتنا الرئيسيه بتهرب من المكان وبتجري على العربيه وبيبدا يسوق زي المجنون،
وهو مفيش حاجة في دماغه غير ان هو يروح المكتب اللي هو في الاساس لوكيشن تصوير مش اكتر، خصوصا لما عرف من الراجل ان الفيلم نفسه خلاص اتلغى بقرار نهائي من شركة الانتاج. ولما بيوصل بيقدر يلحقهم قبل ما يشيلوا المكتب، بس مش بيلاقي الصور اللي فيهم مراته وبنته. وقتها فضل يدعي ربنا ويقول له ما تسيبنيش هنا، وفي ظرف ثواني بيبص بيلاقي الصور رجعت ومراته دخلت عليه، فبيجري عليها من لهفته عليها وهو مش مصدق، وبيلاقي السكرتيرة اللي حجزت له تذاكر الرحلة وبياخدها عشان يسافر هو ومراته، بس بيسمع صوت في الخلفية في لوكيشن التصوير، بس بياخد مراته ويهرب على المطار في نفس الوقت اللي بيوصل فيه المحامي عشان يدور عليه، لحد ما بيعرف انه مخرجش من المكان اصلا، بس في نفس الوقت محدش بيلاقيه. وبتيجي الصورة على سكريبت سينمائي تاني مكتوب عليه الحياة السرية لأرثر، واسم أرثر ده هو الاسم بتاع الشخصية اللي جوه الفيلم، عشان كده المخرج لما سمع الاسم عرف ان شخصيتنا الرئيسية بقى عايش جوه الفيلم مش الحقيقة. وبما انه عمل خيال علمي فأكيد هتلاقي حاجات مش واقعية، بس مش معنى كده انها مش حقيقية او ملهاش معنى. ومعنى الحلقة دي انك دايما تدور على مخرج مهما كانت حياتك سوداوية، اهرب وجرب حظك في مكان تاني حتى لو جوه منطقة الشفق. وبس كده صديق المشاهد، هنا انتهت رحلتنا في البعد الخامس من كل الأماني والأفكار والخيالات اللي بتيجي في عقلنا دايما في يوم من الأيام حتى لو كانت بمعالجة مختلفة.